بونسوار. طقس حار بعده عم بيسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ولبنان عم بيتأثر فيه. تفاصيل أكيد منشوفها من بعد فقرة صورة وشمسية. من صورة منى رفاعي منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 24، الرباط كمان 24، الجزائر 23، منكفي على بغداد 43، دمشق 31، قدس 29، عمان 30، والختام بيكون مع الكويت 41. أما الرياض عم بتسجل 37 درجة. نرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 19 و 29، بالجبل بتوصل حرارة لل 24، أما بالداخل 31 درجة. هلأ رح نروح بجولة صغيرة على المناطق اللبنانية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ونبلش بعكار 26، طرابلس والكورة 27، الأرز 19، منكفي على الهرمل 28، القاع 26، بعلبك 24 درجة، الرياء 25، جبيل 27 درجة، فريا 23، جونية وبعبدة 29، بيروت كمان عم بتسجل 29 درجة. نوصل على زحلة 28، شطورة 27، عنجر ومشغرة 28، جزين 26 درجة، رشايا 25، مرج عيون 27، بنت جبال 24، والختام مع صيدا 26، أما سور وقعنا 27 درجة. بكرة الخميس طقسنا رح يكون غائم جزئيا، تنخفض الحرارة ل 29 درجة، بترجع بتعلى الجمعة لل 34، وبترجع بتنخفض السبت ل 26 درجة. عنا ضباب على المرتفعات والحرارة على علو 1900 متر عم تتراوح بين 13 و 19 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.